كابتن احمد سليمان الجنرال عضو مجلس اداره نادي الزمالك اللي الناس ماسكه على الواحده حرفيا على الواحده ياما ادى المنتخبات الوطنيه وكلنا عارفين جيل 2006 و2008 و2010 مع المعلم حسن شحاته كابتن احمد سليمان او الجنرال كان واحد من ضمن كتيبه الفراعنه اللي كتبوا تاريخ لحد دلوقتي بنحكي وبنتحكى بيه كابتن احمد سليمان خدم منتخب مصر في مراكز كتير وعمره الراجل ده بالذات لأنه هو راجل وطني عمره ما يتكلم او يقلل من قيمه منتخب مصر ارجوكم بلاش نقف لبعض على الواحده بلاش نكتزق من الكلام ونعمل اخبار ومنشتات ومحتوى عشان خاطر ريتش كداب خلي المحتوى بتاعك هادف بلاش نزايد على وطنية الناس منتخب مصر شرف ما بعده شرف كابتن حسين السيد وكابتن احمد سليمان قبل ما اختم كلامي مع حضراتكم يعتبر المدرب التاريخي لحراس المرمى لمنتخب مصر قولا واحدا مفيش مدرب حراس مرمى في تاريخ المنتخبات الوطنيه ستر ربع تاريخ كابتن احمد سليمان. وانا بكلم حضرتك هنا عن انجاز تاريخي لكره القدم المصريه اللي منتخبنا تربع على عرشها لسنين وسنين. جيل كابتن حسن شحاته كل الاخضر واليابس في افريقيا ولغايه النهارده الدنيا كلها بتتكلم عن انجازات منتخبنا. بالمناسبه كابتن احمد سليمان عمره ما طلع قال ده. وعمره ما طلع او عمل لقطه ان انا كنت المدرب التاريخي لحراس مرمي منتخب مصر ولا احنا عمرنا كنا هنقول ده ولكن ده للتذكره احنا بنذكر او بنذكر انفسنا وبنذكر حضراتكم